بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. اهلا بيكم في اسرتي ايقونه في الكنيسه، ومبدا تاني من مبدا زوجين اصدقاء او ازواج واصدقاء، وهو بنتعلمه مبدا جميل بنتعلمه الحقيقه من ايه جميله من ايات سفر الأمثال. يقول السفر في إصحاح 27 آية 6، يمكن كثير مننا حافظين الآية دي، يقول أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. وبعدين يكمل في نفس الإصحاح، الدهن والبخور يفرحان القلب وحلاوة الصديق أو حلاوة من مشورة النفس. لا تترك صديقك وصديق أبيك ولا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك، الجار القريب خير من الأخ البعيد. وكأن هذا السفر بيشاور لنا على أهمية الصداقة، لكن بيضع لنا مبدأ جميل جدا في الصداقة بين الزوجين والصداقة بصفة عامة، وهي أن أمينة هي جراحات المحب. في الصداقة الحقيقية بين الزوجين لابد أن يكون في نوع من الانفتاح بينهم من بعض، بحيث أن كل واحد منهم يبقى مستعد أن يسمع تنبيه على أخطاء هو بيعملها من شريك حياته. عنصر أساسي في الشركة الروحية بين الزوجين أن الصداقة فيها إشارة للأخطاء. عندما يخطئ واحد والتاني يقول له أنت أخطأ، يبقى هو استفاد، الطرفين استفادوا الحقيقة. أمينة هي جراح المحبة. المحبة الحقيقية تجعل لو الزوج جرح زوجته بأنه نبهها لتصرف، أو العكس الزوجة نبهت زوجها، يبقى هنا الاثنين بيفرحوا، وهي دي الأمانة في المشاعر. عشان كده نلاقي في الصداقة الإنسان لا يشعر بالخوف. أي واحد ليه صديق غالي عليه ممكن يتكلم معاه بصراحة شديدة جدا، ممكن يقول أحلامه، ممكن اشتياقاته، ممكن يحكي آلامه ومضايقاته، وهو يثق أن هذا الصديق الصدوق هيكتم أسراره، هيكمل له أفكاره، هينبهه لبعض النقط اللي ممكن يكون هو ما انتبهش إليها. يعني على سبيل المثال لما بتلاقي إنسان بيتصرف خطأ، نشوف مين القريب منه اللي بيحبه يقول له خد بالك من التصرف ده، انتبه لهذا العمل، انتبه لهذا، عشان هيقبل من صديقه، هيقبل من شريك حياته، هيقبل من اللي هو بيثق فيه ان في محبه بينهم. فالأمينة هي جراحات المحب بتستلزم ان احنا نكون قلوبنا مفتوحه للانتقاد، احيانا قلوبنا مفتوحه للاختلاف. يمكن ربنا يسوع في متى 18 لما قال ان اخطأ اليك اخوك فاذهب اليه واعاتبه، هو ده يعني من اهم المبادئ، العتاب بين الاخوة والعتاب بين الاصدقاء. وعندما تكون الصداقة بين الزوجين نجد انهم بقلوب مفتوحة يسمعوا البعض، بقلوب مفتوحة يجددوا العلاقة مع بعض، بقلوب مفتوحة يحسنوا ويصلحوا العلاقات حتى مع الاهل، مع الأبناء، مع المحيطين من كل ناحية، لأنها صداقة بين زوجين أو زوجين أصدقاء قايمين على الثقة الكاملة والانفتاح الكامل. عشان كده يستطيع كل منهم أن يتكلموا عن مشاعره وعن أحلامه وعن اشتياقاته وعن خططه للمستقبل، وهو يثق أن شريك حياته هيمشي معه في نفس الخط. وزي ما قلنا في الحلقة الماضية هيكون في سبورت، في مساندة، هيكون في أيضا في حماية، هيكون في دفء في العلاقة بينهم، لأن الصداقة تحتم على كده. الصداقة الحقيقية بين الزوجين ما يكونش فيها خوف، زي ما بيقول القديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى، لأنه لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، أما من خاف فلم يتكمل في المحبة. وهنا بنقول إن الثقة بين الزوجين بتبقى فيه نوع من الانفتاح. الزوجة مطمنة إنها لو في أفكار في ذهنها وقالتها لجوزها مش هيزعل منها، بالعكس هيساعدها إن
نقوم الافكار اللي بينه. والعكس صحيح، لو هو بيفكر في شيء، لو هو زعلان من حاجه، لو متضايق من شيء، وممكن يكون عاوز يعمل رد فعل، ممكن يلاقي زوجته تقول له لا بلاش رد الفعل ده، ممكن نعمل كذا وهكذا، يكمل بعض، لان في بينهم صداقه وفي قبول للانتقاد والاختلاف من الاخر، وفي قبول للراي الاخر، لان هي صداقه في محبه حقيقيه، لان المحبه تطرح الخوف خارجا. ايضا من الخبرات الروحيه ان الزوجه بتبقى كاتمه لاسرار زوجها، والعكس صحيح، ودي ثمره من ثمار الصداقه بين الزوجين. فلنجتهد ان علاقتنا الزوجيه تبقى علاقه قايمه على الصداقه اكثر من اي عنصر تاني، لان الصداقه بتفتح القلوب وبتفتح المشاعر وبتنمي العلاقه بيننا الى باستمرار الى مستوى روحي ونفسي وعاطفي وتكاملي اكثر واكثر. ربنا يعطينا هذه الافكار والروح، ولله المجد دائما ابديا امين.